تحية لكل الأصدقاء والصديقات. في إطار التحليلات التي ننهجها يسعدنا أن أقدم هذه الحلقة على دبلوماسية جيني واقف التي بدأ المغرب ينهجها مع دول الجوار أو ما يسمى بالدبلوماسية الندية والصرامة، يعني ومنطق السيادة الكاملة في أخذ القرار السياسي للمغرب. من طبيعة الحال متغيرات استراتيجية ودولية فرضت تغير موازين قوى جديدة كيحاول المغرب استثمارها لخدمة المصالح الحيوية ديالته بعد تفشي جائحة كورونا بالعالم، مما دفع بالدبلوماسية المغربية إلى نهج سياسة جيني واقف أو سياسة الندية إزاء مثلث الشر اللي كنعرفه أو الجيران المتوسطيين بعد تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق بضوابط حصن الجوار. بالموازاة مع توظيف الدبلوماسية الناعمة بطبيعة الحال بالقارة الإفريقية لاستمالات الكثير ومواقف الكثير من الدول الإفريقية بحكم العلاقات الاقتصادية والسياسية والتاريخية، وبلا المغرب كيستعمل مقاربة صارمة تجاه بلدان الجوار بالمنطقة نظرا للمساس بقضية المقدسة المتعلقة بالصحراء ومحاولة بعثرة أوراقه الرابحة في الأزمات الإقليمية واللي المغرب ولا فيها كقوة إقليمية صاعدة، ومهذا ما مهد بطبيعة الحال هذه القوة الصاعدة غادي تلقى مجموعة ديال التعثرات ومجموعة ديال الصد وديال الفرمالة من أربعة ديال القوى: الجزائر، إسبانيا، وألمانيا، وفرنسا. بطبيعة الحال السياسة الخارجية للدول كتبدل انسجام مع المتغيرات الداخلية والتغيرات الدولية، بما في ذلك السياسة الخارجية المغربية اللي عرفت تدرجات وتغيرات متدرجة في العقدين الأخيرين أو خلال حكم محمد السادس. علاش؟ لأن السياسة الخارجية ولات ذات ملامح واضحة على مستوى المواقف البرغماتية، لأن المغرب ولا عنده مواقف برغماتية ويراهن على النوع والجودة في التحركات أكثر مما يتعلق الأمر بالكم، وأن الانفتاح على القوى الإفريقية والدول اللاتينية والعربية هو الطبيعة التي أصبحت تلازم السياسة الخارجية المغربية. المغرب من طبيعة الحال ما فرطش في الشراكات التقليدية، وهذه الملامح كتبان على مستوى التعاطي مع بعض المشكلات المتصلة بقضية الصحراء المغربية، وشنا كيفاش فتحت مجموعة ديال الدول العربية قنصليات في منطقة الصحراء المغربية، وكذلك من خلال اعتماد الصرامة في مواجهة العديد من الأزمات كما هو الشأن بالنسبة لمحاولة توسيع صلاحيات المينورسو اللي تشمل حقوق الإنسان. هذه الصرامة المغربية ولات شملت تدول صديقة فترات سابقة بحال فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وعاد هذا الأسلوب نفسه فيما يتعلق بأزمة القرقرات بسبب التحركات الغير المحسوبة للبوليزاريو، ولاحظنا الصرامة نفسها في مواجهة ألمانيا اللي راكمت بعض السلوكيات التي تمس بمصالح المغرب الحيوية، وكيفاش أن المغرب يعني تصدى لها بنوع ديال الصرامة. هذه الصرامة اللي كنهضروا عليها ذاتها وسمت ولا طبعت العلاقة مع الدولة الإسبانية ومع الجزائر اللي قامت بسلوكيات مسيئة لمصالح المغرب، وأن هذه العلاقات المتينة والمصالح اللي كتجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، فالمغرب كان حازم إزاء إسبانيا وألمانيا، وكذلك تعامله يعني في مسألة ديال اتهامه بالتجسس بنوع من الصرامة وضبط الأوراق دياله. إلى لقاء متجدد، كل الشكر، ما تبخلش علينا بدعم هذه القناة وبدعم هذا المحتوى وكذلك بالأفكار والتعليقات ديالكم باش نوصلوا
المستوى المنشود. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.